واحد من نجوم نادي الزمالك أبطال الدوري المصري الممتاز، واحد من الأسماء اللي لمعت جدا، من الأسماء اللي توهجت جدا، من الأسماء الصغيرة الشباب اللي لعبوا في ظروف في منتهى الصعوبة، وكان وكأنه واحد من اللاعبين الكبار اللي عندهم خبرات كثيرة جدا وحاصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك. الراجل اللي انا هيخش معايا حالا دلوقتي، انا ممكن اقول لكم معلومه متاكد منها 100% انه موجود في المعسكر القادم لمنتخب مصر مع روي فيتوريا. انا معايا، وممكن ما كنتش معرفش عارف ولا لا، بس دي معلومه انا متاكد منها جدا. معايا عبر الهاتف الان لاعب نادي الزمالك الشاب الواعد الكبير كمان، سيد نيمار. سيد صباح الخير ومليون مبروك الفوز بالدوري. مساء النور، ازي حضرتك كابتن كريم؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام والله الحمد لله. حضرتك عامل ايه؟ تألق وروعه واداء يعني مفاجئ للجميع، ما كناش متوقعين انه في نادي الزمالك شاب كبير ورائع زيك كده في كل المباريات قدمت مباريات كبيره. الحمد لله والله الحمد لله. قول لي ازاي حصل اختيارك، تم اختيارك لاول مره امتى؟ هل انت كنت متوقع هذا التألق الكبير في الظروف الصعبه دي؟ دايما يقول لك اللاعب الشاب يخش في ظروف طبيعيه عشان يخش جوه الفريق، لكن انت دخلت في ظروف صعبه جدا. لا طبعا الحمد لله، طبعا ناشئ الزمالك والاهلي بيبقى طبعا غير اي ناشئ، بيكون طبعا لازم اللي هو يكون لاعب كبير عشان نادي الزمالك طبعا نادي كبير، فطبعا الحمد لله رب العالمين الواحد لما بيطلع فوق لازم اللي هو يكون على قد المسؤوليه يعني. لعبت مباريات صعبه جدا، قول لي اول مره اختارك فيها فريرا اتكلم معاك في ايه، قال لك ايه؟ لا انا طبعا اول ماتش كان فاركو اللي هو 0-0، بدات اب ليفت الماتش ده كان في رمضان، وطبعا البروف قال لي انت سيد، يعني كان اول ماتش ليا، فقال لي يا سيد انت لو لعبت النهارده هتظهر نفسك اللي انت ناشئ وكده ولا هتبقى لعيب كبير؟ قلت له ان شاء الله هبقى لعيب كبير وعلى هبقى عند حسن ظن حضرتك وكده، والحمد لله رب العالمين دي البدايه بتاعتي. انا عملت ماتش كويس قدام فاركو يعني. صحيح. طيب هاف اب ليفت وبعد كده تيجي على اليمين وبعد كده تلعب يعني اقرب للباك وبعد كده تخش اقرب للجناح، الفكره في تغيير المراكز الكتير خلتنا نفسنا احنا مش عارفين انت المركز الطبيعي بتاعك ايه؟ لا هو المركز الطبيعي بتاعي هاف ليفت. هاف ليفت. تمام. لما رحت اليمين تألقت بشكل مش طبيعي. الحمد لله. اتعامل معاك ازاي فيريرا في تغيير مركزك؟ هو ده كان اول ماتش كنا بنلعب الداخليه في الكاس. وبدات الماتش ده اوف رايت، والشوط الثاني لعبنا بخمسه زي ما احنا بنلعب دلوقتي ثلاثه ورا والباكين طيارين. فمن ساعتها ماتش الداخليه الحمد لله ربنا كرمني عملت ماتش كويس. فمن ساعتها بقى وانا في المكان ده. وابدعت فيه وعملت مباراه كبيره او مباريات كبيره جدا يعني. قول لي وانت داخل الفريق الاول مين اكتر اللاعبين الكبار اللي دعموك وسندوك واتكلموا معاك وقالوا لك خش معانا في الفرقه بسرعه؟ طبعا هم كل اللعيبه، بس بالاخص كباتن الفريق كابتن بيكا وكابتن حازم امام وكابتن عبد الشافي وكابتن اوباما وكابتن ايمن حفني، هم دول اكتر ناس بيتكلموا معاك. بس طبعا اللعيبه كلها كبار بيتكلموا يعني، بس دول بالاخص. دول اللي وقفوا معاك جامد. طيب ايه المباراه اللي انت كانت بالنسبه لك الاصعب الموسم ده، المباراه اللي انت شاركت فيها وكانت تقيله قوي وحسيت ان انت قدمت فيها مباراه كبيره؟ كان مباراه الاهلي 2-2 ومباراه مباراه ايه؟ بيراميدز. دي برضو كانت مباراه مش سهله، ومباراه النادي الاهلي كمان ظروفها كانت صعبه جدا كلها على بعضها يعني. بس الحمد لله الواحد قدر يعني يبان بشكل كويس. عظيم جدا. انت مكمل مع نادي الزمالك عشان انت بعد ما تألقت فضلنا نسمع في الاعلام او في الصحافه او في وسائل مختلفه ان انت عندك عروض وخلافه، انت مكمل مع نادي الزمالك؟ طبعا مكمل مع نادي الزمالك ان شاء الله. صح، لسه محتاج وقت. طبعا انا ان شاء الله يعني هفضل مكمل مع نادي الزمالك ان شاء الله. عظيم جدا. اخر حاجه بقى، نيمار دي جايه منين؟ لا جايه كمن يعني من صحابنا من الناشئين. كنا فريق 2000 و كذا واحد من صحابي. طبعا كنت بلعب دوري الجيزه، ده دوري يعني ما كانش قوي او يعني زي الجمهوريه، فطبعا الواحد كان بياخد الكوره كان بيرقص، انا كنت بلعب بابلي، فانا طبعا كنت بحب نيمار جدا فكنت برقص وبتاع، فهم بقى كان صحابي العب يا عم نيمار ومش عارف ايه، فمن هنا طلعت. طيب انت بقى اصلا مين مثلك الاعلى في اللعيبه العالميين؟ نيمار طبعا. نيمار عشان اسمك ولا عشان انت بتحب نيمار اكتر واحد؟ لا والله عشان بحبه طبعا، عشان انا لما كنت بلعب هاف ليفت فده اعلى عشان نيمار. مين من اللعيبه المحليين مثلا اعلى ليك؟
زيزو وكابتن شيكا. عظيم جدا. طيب عندك معلومه بقصه روي فيتوريا وطلبوا ان انت تبقى موجود في المعسكر القادم؟ حد بلغك؟ انا كنت سمعت بس كده ايه يعني اخبار يعني بشوف اخبار، لكن يعني الصراحه ما يعني هو الاخبار بس اللي انا بشوفها، بس ان شاء الله يعني اتمنى يعني ان انا اكون من ضمن منتخب مصر يعني. ربنا معاك، ربنا معاك سيد نيمار لاعب نادي الزمالك الشاب المتالق اللي عمل موسم او جزء كبير من الموسم بشكل رائع جدا منذ اشتراكه مع الفريق الاول، عمل اداء رائع جدا. وقفت عند جمله حلوه، انا بحب الحاجات اللي بين السطور دي، لما قال لك فيريرا قال لي انه لو شاركت هتبقى لاعب ناشئ ولا لاعب كبير. ركز في الدعم المعنوي، ركز في الكلام والجمل. فيريرا مدرب عبقري مش بس فنيا، ازاي اصلا هيئ الشباب دول ان هم يلعبوا وكانهم فعلا لاعبين كبار. هو كان بيراهن على فكره انه انتوا هتلعبوا شباب صحيح، اسمكم لاعبين شباب صحيح، بس وروني ووروا الناس ان انتوا ما تقلوش عن اللعيبه الكبار اللي عندهم خبرات كثيره. وبالفعل هتلاقي سيد نيمار خبرات كبيره، هتلاقي يوسف اسامه نبيه خبرات كبيره، هتلاقي حسام عبد المجيد خبرات عظيمه، هتلاقي سيف جعفر خبرات كبيره، هتلاقي كل اللاعبين الشباب اللي شاركوا مع نادي الزمالك وكانهم بيلعبوا مع نادي الزمالك من اربع خمس ست مواسم. ده شغل مدير فني، ده شغل مدير فني، فني ومعنوي وطبعا بدني. حاجة رائعة جدا فيريرا، يعني طيب الذكر دائما، مدرب كبير على أرض مصر يعني وفي الدوري المصري.